اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه في برنامج الاهلي في رمضان. زي ما قلنا في بدايه الحلقه، طبعا الاهلي في رمضان النهارده سهره رمضانيه ليله مباراه القمه بين الزمالك والاهلي، وبالتاكيد النهارده عندنا تفاصيل كثيره وتفاصيل عديده، وعندنا كواليس مهمه متعلقه بمباراه الغد. ممكن كلام الناس بتركز في تفاصيل، وانا بس احنا بنحب نخش في ادق التفاصيل المتعلقه بهذه المباريات الكبيره، مباراه القمه بين الزمالك والاهلي. لذلك في هذه اللحظات برحب طبعا انا وزميلي امير بالناقد الفني والمحلل الفني الاستاذ كريم سعيد، رئيس تحرير موقع يلا كوره. مساء الفل يا كريم. مساء الخير يا محمد، مساء الخير يا امير، مساء الخير لكل مساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وكل سنه ومصر كلها بخير ورمضان كريم للشعب المصري كله. يعني مباراة بكرة أكيد مباراة غاية في الأهمية طبعا. بتشوف أهمية هذه المباراة بالنسبة للفرقتين إزاي يا كريم؟ والله شوف، طبعا أكيد المباراة الأولى، مباراة القمة الأولى بعد نهائي دوري الأبطال بالزبط. أكيد ما تقدرش إن أنت تسيب نهائي دوري الأبطال خالص، إن هو أكيد ليه انعكاسات كبيرة على المباراة بتاعت بكرة لحد دلوقتي. بص نبقى إيه؟ واضحين مع بعض. واضحين مع بعض. اللي حط القاعدة دي في وجهة نظري الشخصية جماهير البوكا والريفر. بوكا جونيورز وريفر بليت لعبوا فاينل ليبرتادوريس من سنتين في سانتياغو برنابيو. بالظبط لما اتنقل الماتش في اسبانيا بعد المشاكل اللي حصلت في الارجنتين، وساعتها الاعلام الارجنتيني اتفق حط قاعده كده، الفريق اللي يكسب الديربي في بطوله قاريه يفضل الكلام عليها 20 سنه. 20 سنه. فاحنا بنتكلم المباراه كانت في 27 نوفمبر 2020. يبقى نتقابل انا وانت ان شاء الله 27 نوفمبر 2040 ونشوف ساعتها هل احنا كام مجتمع مختلف شويه عن مجتمع امريكا الجنوبيه، هل ال 20 سنه وقفوا عند ال 20 سنه ولا يمكن يكون في اكستنشن ونكمل شويه. فطبعا اكيد المباراه ما زال فيها اصداء، المباراه ليها انعكاسات على مباراه بكره، وعشان كده اشوف ربما في وجهه نظري الشخصيه الضغوط تبقى على النادي الاهلي ازيد أكتر. شويه طبعا اكتر ليه بقى؟ في ظل طبعا ما هو في ظل انت الاجنده بتاعتك والجدول بتاعك الضغط بالفتره بتاعت قطر مونديال الانديه. مونديال الانديه تسبب في امرين، تسبب في ان انت لعبت مباريات على مستوى مختلف تماما ما بتلعبوش بقالك فتره، ما بتلعبش الليفل ده او المستوى ده بقالنا فتره، وبالتالي اي رياضي عارف لما انت بتروح تلعب في المستوى الدولي انت بيحصل لك هنا اجهاد في حاجتين، اجهاد ذهني انك كل تركيزك عايز تطلع اقصى ما عندك في اليومين دول. ليه؟ مثلا ماتش بايرن مش هيتكرر، مثلا محمد هاني سيظل فرحان بالمستوى اللي قدمه في ماتش بايرن ميونخ، اللي هو يعني صعب ان احنا نقول ان النادي الاهلي في احتماليه انه يلاعب بايرن ميونخ تاني خلال السنوات الجايه. فالفتره دي خلت في ضغط ذهني وضغط بدني، ضيف على كده ان احنا اصلا اوريدي طالعين من سنه استثنائيه طبعا سنه كورونا، وشريكي العزيز في استكمال الموسم الماضي استاذ محمد سعيد حاربنا على عوده المشروع ده وقلنا امثله كتير، كنا بنتكلم كتير السنه اللي فاتت لو تفتكر على موضوع ان الدوري لازم يستكمل، لان اكيد النشاط الرياضي كان لازم طبعا يعني يتكمل ساعتها امير، وفي كان خسائر كانت هتبقى بالمليارات للمنظومه كلها، ما كانش اللي هيخسره بس الانديه واللعيبه بس، لا عشان كده ساعتها كنا بنقول انا ومحمد لازم الجميع يتكاتف وكل واحد يقول ما فيش مشكله عندي، انا اتغاضى عن 50% من مش عارف ايه واتغاضى عن كذا، بس مهم ان المشوار يكمل. وبالتالي امير بشوف ان النادي الاهلي الضغوطات بقى كلها متجمعه مع بعض، لكن على الناحيه الثانيه نادي الزمالك عنده ميزات انا بشوفها ان هو كان مرتاح لفتره طويله، بشوف حتى فكره الفريق لما خرج من دوري الابطال، طبعا خساره كبيره جدا انك بتخرج من بطوله قاريه، ولكن مركزين اكتر على الدوري. برافو عليك، بقى عندك مساحه انك تركز في البطوله المحليه، وبالتالي حتى منعكس على حاجه ثانيه الاصابات. الاصابات بالظبط، يعني احنا بشر، احنا بنتكلم على بشر، في اريحيه طبعا. الفريق الاقل ضغطا، لو احنا بقى نيجي نترجم الكلام اللي احنا بنقوله ده، الفريق الاقل ضغطا واقل في الاجهاد الذهني والاجهاد البدني هتلاقي ان هو زيرو اصابات صح. في مباراه الغد وطبعا ربنا يحمي اللعيبه كلها طبعا. على الجانب الاخر النادي الاهلي بنتكلم النهارده كان في انفوجراف منتشر على السوشيال ميديا تشكيل فرقه كامله بالمراكز، يعني اذا حطينا بس علي معلول ليفت وينجر حطيناه في الجناح الهجومي وحطينا وراه محمود وحيد وتشوف بقيه الفرقه. يعني الانفوجراف شفته كان منتشر جدا على السوشيال ميديا النهارده،
تشكيل كامل 11 لاعب بالحارس لغايه وهنلعب اجاييه راس حربه ونحط وليد سليمان على الرايت وينج، فتشكيل كامل، وبالتالي دي لعيبه اكيد بتؤثر على النادي الاهلي فنيا وطبعا اكيد قياديا في الملعب وكل الامور. طيب بمناسبه ان انت فتحت قصه استكمال النشاط، نعم، هل هندفع فاتوره استمرار النشاط واستكماله، قصدي الموسم الماضي زي ما بيتردد دلوقتي ان هننهي الموسم ازاي وان ازاي لازم نخلص قبل 30/9، ما انا مش ساحر عشان اخلص الدوري بدري، ودي ضريبه ان الدوري اللي فات استكمل لغايه اللحظات الاخيره لغايه اكيد سمعت زي ما انا سمعت القصه دي، وزي ما يكون عايزين نتحاسب دلوقتي على فكره النشاط الموسم الماضي استكملناه ليه وكان لازم نبدا الموسم الحالي ده بدري شويه. نعم. عشان نخلص مواعيد مناسبه. طبعا دي وجهات نظر ولها كامل الاحترام، كل واحد حر ان هو يشوف الامر من وجهه نظره، ولكن انا في وجهه نظري لا، انت تقدر عندك حلول كتيره ان انت تخلص اي جدول انت عايزه. هدي مثل بسيط جدا، الاتحاد الاوروبي لما لقى نفسه مضغوط في سنه كورونا قال خلاص اوكي فاين ستوب، في دور الثمانيه هنلعب ايه، ذهاب واياب، شكرا، دور دوره مجمعه والناس لعب بعض وانتهى الموضوع ونظبط حالنا، وبالتالي بيريح شويه الموسم اللي ورا. فكان عندك حلول كتيره ان انت ممكن تلاقي كذا حل عشان تغير بشكل المسابقه، لكن في كل الاحوال في كل الاحوال احنا مع وجهه نظري الشخصيه مفيش اي ضغوطات، لان العالم كله دلوقتي شغال تحت الضغط. اخر عمرك ما هتلاقي في دوله او في اتحاد دولي، ده حتى يعني الاولمبياد رغم من اخبار يعني كورونا للاسف في الايام الحاليه الاخبار للاسف زايده شويه في مصر وفي جميع انحاء العالم، بنطلع نلاقي المسؤولين في اللجنه الاولمبيه الدوليه يا جماعه ما تقلقوش كلها هتتلعب، الاولمبياد في موعدها، الاولمبياد في موعدها، فكله بياكد يعني المسؤول بره، المسؤول بره بيبقى همه حتى لو في الكواليس امور اخرى، بس هو بيأكد دايما للعوام والوسائل الإعلام ومحبين الرياضة إن البطولة اللي انتم مستنيينها وبتحبوها في ميعادها. هتلاقي احنا عندنا العكس، الناس هي اللي عايزة الحاجة تستكمل، وبعض المسؤولين طبعا مش عمم بعض المسؤولين لا أنا تعبان أنا مش قادر البطولة دي لازم نلغيها عشان مش عارف نعمل ايه، وفي الآخر ما اعتقدش أصلا إن في حاجة هتتلغي. طيب في جزئيه انت اتكلمت فيها يا كريم وهي تتعلق بضغط المباريات اللي نتج عنه اصابات كتير جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، والنقطه دي انا عايز اقف عندها شويه، لان البعض دايما بيوجه الاتهامات للجهاز الطبي ايا كان الحالي او الـ قبل كده اللي كان موجود ان هو في تقصير وفي كلام من ده، لكن لما نيجي نتكلم بشكل موضوعي هنلاقي ان طبيعي جدا مع ضغط المباريات ينتج اصابات كتيره بالكم اللي احنا شايفينه. نعم، شوف يا طبعا موضوع الاصابات احنا بنتكلم في امر اعتقد الاجابه المفروض اللي تكون احنا بنصدق عليها خارجه من فم طبيب او دكتور يعني او حد مختص بالجهه الطبيه، لان احنا النهارده بنتكلم بنقول في لاعب قدامنا بيشتكي من شكوى، ما فيش اعلامي او محلل او اي حد يقدر يقول الشكوى بتاعتك طبعًا دي تاخد اسبوع او اسبوعين او اسابيع او ايه سببها او ايه المشكله فيها، حتى احنا قعدنا فتره كنا بنرجع بعض او الاسباب لملعب او ارضيه ملعب بعض الملاعب بعد كده تم تصلحها، والموضوع برده ما فرقش قوي، يعني في برده اسباب لازم احنا النهارده نبقى احنا بنقول وجهات نظرنا في الحته دي، لكن احنا مش مختصين يعني. أنا ممكن اقول لك بعد خبرتي مثلا ان انا جالي برد كتير، فاعتقد انت يا امين لو جالك برد ممكن تاخد الدواء ده هيفيدك قوي، دي حاجه بسيطه يعني مفيش مشكله فيها، انما الحاجات لما بتعقد تبقى يعني كومبليكيتد شويه ومعقده شويه لا لازم نرجع للمختص. انا في وجهه نظري الشخصيه الحته اللي ممكن اقولها ان دايما النادي الاهلي رائد في تطوير الكره المصريه فيما يشبه او فيما يشابه الخارج، دايما احنا بناخد الخطوه الاولى، لان الاهلي عنده اول خطوه في افريقيا، عنده اول خطوه في الشرق الاوسط، عشان كده كل الانديه بتقلده او بتاخد من الحاجات منه كوبي وبيست. انا لما بشوف ان احنا جالنا فتره مثلا في وجهه نظري كنا بنقول مثلا احنا محتاجين الفرقه يبقى فيها لاعب محترف في التسعينات مثلا او في الثمانينات، جينا بعد كده قلنا خلاص المحترفين يبقوا اثنين بعد كده يبقوا ثلاثه او يبقوا خمسه لما تدخل لعيبه شمال افريقيا وما الى اخره. فانا في وجهه نظري الفكره تطوير اللاعبين بقت تصرف على اللعيبه المحترفه عشان تعلي مستوى اللعيب. اكيد هنكمل الجزء ده لان لسه في تفاصيل كتيره في الموضوع ده، هنطلع فاصل وبعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل وهنبدا نتكلم بقى في كواليس مهمه جدا قبل مباراه الغد بين الزمالك والاهلي في الدوري العام.
مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان في سهرة رمضانية خاصة جدا ليلة القمة، قمة الأهلي والزمالك غدا بإذن الله تعالى. ولسه مستمر معانا كريم سعيد المحلل الفني موقع يلا كورة والمحلل الفني لقناة النادي الأهلي. يا كريم، نعم. قبل الفاصل كنا بنتكلم على ريادة الأهلي والإصابات. بالظبط. فكمل. فأنا كنت بقول إن موضوع اللعيبة المحترفين يعني طور وعلم مستوى اللعيبة، وبعديها لو تفتكروا كنا دايما احنا الجهاز الفني لكره القدم في مصر كان عباره عن مدير فني ومعاه مدير كوره ومدرب ومدرب حراس مرمى وخلاص ومدرب احمد كده، يعني هو تدليك. ما كانش عندنا الجهاز الفني بالشكل تخصص دلوقتي. المتخصص دلوقتي جه اعتقد يعني يحسب برضو مثلا مانو جوزيه لما قالك لا انا عايز اجيب محلل اداء وعايز اجيب طبيب نفسي. مدرب احمال وطبيب نفسي. بدا الموضوع يوسع كل ما انت بتوسع، حتى وصلنا النهارده مدرب حراس المرمى اللي احنا متعودين عليه ان هو يكون مصري. بدانا النهارده لما شفنا التطور الشديد اللي حصل لمحمد الشناوي في النادي الاهلي، برضو كمان حصل ليه جنش في نادي الزمالك مع المدرب اللي كان مع جوزفالدو فريرا، فبدأنا نقول لا ده مدرب حراس المرمى الاجنبي ممكن يضيف. فهنا انا بشوف وجهه نظري بقى في الحته الطبيه، ان انت اوكي دايما متعود ان احنا عندنا دكتور او رئيس جهاز طبي مع دكتور، لا ممكن يوسع. احنا لما بنشوف الجهاز الطبي اللي مثلا لمان سيتي يا امير والجهاز الطبي البايرن يا محمد بتلاقي اعداد كبيره جدا. يخش اي حد يخش على ويكيبيديا شركه ويجيب الميديكال ستاف بتاع بايرن ميونخ او بتاع مان سيتي هتلاقي ما يقل عن 12 واحد. 12 واحد بس في الجهاز الطبي، فاهم قصدي؟ وايه بقى فول تايمرز، يعني خلي بالك فول تايمرز يعني ايه؟ الناس دي ديديكيتد، الناس دي متعاقده مع النادي ده، ما عندهمش مثلا عياده وبييجوا يشتغلوا فول تايم. لا دي الناس دي مختصه بالفريق وممكن كمان يختصوا بقطاع الكره في النادي باكمله. فانا بشوف دايما اتمنى يعني النادي الاهلي في الحته دي باذن الله، واكيد هنروح لها النادي الاهلي دايما رائد الحته دي باذن الله، هنلاقي ان الجهاز الطبي هتطور. وطبعا حتى كان في خبر جميل جدا موجود امبارح، النادي الاهلي قام بشراء معدات طبيه واجهزه استشفاء عشان الاصابات العضليه. معظم الاصابات طبعا العضليه بتيجي بسبب الاستشفاء. الاستشفاء واحد من اهم الامور للرياضيين، ان انت بعد ما تبذل مجهود قوي جدا، ولعبه كره القدم من الالعاب العنيفه اللي انت بتدوس فيها على عضلاتك، فبتحتاج استشفاء عشان تقدر تحمي عضلاتك من الاصابات. طيب عايز انتقل معاك يا كريم لجزئيه ثانيه، وموضوع خد مساحه حوار كبير قوي الفتره الاخيره. هو ممكن يكون حوار جه بدون داعي، لكن هي الظروف فرضت ده لما اللجنه الثلاثيه اعلنت ان طاقم مباراه القمه هيكون حكام مصريين. طيب في الانترو اتكلمنا على فكره ان المعيار في الاختيار اهم حاجه فيه اولا الكفاءه، ثانيا ان بتتطابق الشروط على كل حكم بيتم اختياره لهذه المباراه. حكام الساحه لا غبار، يمكن محمود البنا مصنف رقم واحد والمساعدين حكام دوليين، حتى الحكم عربي محمد معروف حكم دولي. لكن في حكام تقنيه الفيديو الاختيار غريب شويه، وعلى فكره حكم تقنيه الفيديو لا يقل اهميه عن حكم الساحه. فكره اختيار تحديد في مصر هنا اكيد فكره اختيار محمود عاشور كمساعد فار فار وهو اساسا معاه الرخصه كحكم تقنيه فيديو ومرشح لاولمبياد طوكيو، واستعنت بمحمد عادل وهو مش هيكون اصلا محكم في تقنيه الفيديو في الفترات القادمه اصلا، وما سبقش ليه قبل كده كان متواجد في تقنيه الفيديو زي جهاد جريشه او حتى امين عمر او حتى طارق مجدي او محمود عاشور. شايف الاختيار والمعيار هنا ممكن يكون سببه ايه او اختياره ليه؟ طبعا اسم اكيد طارق مجدي هيتم استثنائه بسبب طبعا المشاكل اللي احنا عارفينها اللي حصلت في مباراه النادي الاهلي والنادي بيراميدز، والهدف الغريب العجيب اللي تم عدم احتسابه بتاع ولتر بواليا في مرمى شريف اكرامي. طيب منطقيا لو هنقول ان تقنيه الفار دخلت الكره المصريه وقللت الاخطاء بسبب مثلا يعني امور اللي كانت زمان لو تفتكر، يعني ما زلنا لغايه النهارده احنا في سنه كام دلوقتي؟ 2021. الله اكبر عليك. تمام. ماتش الاهلي والزمالك بتاع الكابتن حسام حسن وفيليكس بتاع 2-0 قادر عبد العظيم. قادر عبد العظيم ده كان سنه كام؟ 95 96. يعني بقى لنا كام سنه احنا كده؟ يا بنتكلم في حوالي 25 سنه. الله اكبر عليك. تمام. لغايه النهارده لسه بنتكلم. البعض يجادل في هدف الكابتن حسام حسن، ولما تقنعه بالصوره
يعني طبعا نبيل محمود مغطي بكذا متر، ده مترين يعني. فقال طيب اوكي، كان في ثلاث اطقم حكام في الاول واحنا كنا معترضين على فلان، تبدا تخش فالجدل التحكيمي هيستمر ايا كان الحكم مصري او اجنبي. والدليل حتى ان اخر حكم كرواتي ظلم النادي الاهلي بشكل واضح، وكان في فار في كره وليد سليمان، هو اعترف بكده. بالظبط. طيب انا في وجهه نظري الشخصيه، فكره الاستعانه بطاقم حكام مصري ان هو يدير القمه المصريه بالاهلي والزمالك دايما دي فكره حلوه، ولكن مش من دلوقتي. ايوه مش من دلوقتي. ولما ادرسها من فتره، مش لا وخصوصا لا ليه بقى مش دلوقتي مش في الماتش ده. ليه؟ عشان ده تاني اول مباراه بعد النهائي، مباراه القمه. ففي لحد ما بعض الشحن، في بعض الشحن. ليه؟ لان برضو بصراحه الطرف نادي الزمالك لما خسر المباراه معظم المنظومه بدات يعني متضايقه. طبعا ده طبيعي، اكيد اللي بيخسر مباراه زي دي اكيد بيتضايق. بس البطوله قاريه، الدقيقه في وجهه نظري خدت ابعاد مش لطيفه، فالابعاد دي ما زالت مستمره لغايه دلوقتي. فكنت اتمنى ان ما يتمش التجربه دي دلوقتي. هي تجربه حلوه في وجهه نظري الشخصيه. ليه؟ في فار، المفروض الفار يساعدك ويخلينا كمان نوفر فلوس الامان. ليه يعني ندفع فلوس كتيره جدا؟ لا، وهو ده المبدا. بس المهم في اختيار توقيت المبدا. ليه بقى يا استاذ امير؟ بقول تحسبا والله. لو حصل اي مشكله، لا قدر الله ان شاء الله ما يبقاش في مشاكل، حصل اي مشكله بكره لا قدر الله، قلتها اعتقد في الخمس مرات بفم البليان، التجربه دي مش هتتم، مش هتتكرر، مش هتتكرر تاني خلاص. كل الضغوطات هتتم عليك من الطرف اللي خد القرار، تم يعني اللي اتضرر، وهيقول لك انا اسف، ما تحاولش ان انت تجيب حكم مصري تاني. ساعتها بصراحه مش مشكله في الطرف اللي اتضرر، لا، هتبقى مشكله في الشخص اللي اختار. اللي انت كنت صح كمبدا، بس توقيتك ما درستوش توقيتك. يعني هدي مثلا، لو كان المباراه دي مثلا يعني مثلا في الدور الثاني والدوري منتهي عادي خلاص، حصلت محمد الحنفي اضر مباراه من 3 سنين. بيقول لك ان مفيش منافسه او مفيش مباراه حاسمه دلوقتي. لا بالعكس، ما بين مباراه حاسمه زمان، هم بيقولون لسه بدري على الدوري، وحتى مباراه الدور الثاني مش هيكون خلاص هي مباراه حاسمه في بطوله الدوري. ده كلام، انا بقول لك، انا بنقل لك وجهه نظر، وده كلام مش منطقي. يعني في الحقيقه الثلاث نقاط بكره جدا اكيد هيفرقوا. حتى اقول حاجه، بكره التعادل يضر نادي الزمالك حقيقي. طبعا التعادل بكره يضر نادي الزمالك. ليه؟ التعادل يفيده ان هو اوريدي لو لعب مباراه المؤجلات كلها ان شاء الله يقدر ياخد الصداره. فانا في وجهه نظري هي الفكره حلوه، ولكن توقيتها هو ما كانش. هل الحكام المصريين يا كريم مهيئين نفسيا لاداره مباريات القمه بضغوطها، بكلام الكتير اللي بيكون عليها نفسيا مش فنيا؟ سؤال مهم ده، سؤال رائع. انا في وجهه نظري امير، لا، الاجابه لا، ولكن وجود تقنيه الفار يساهم ويساعد في تقليل الجزء النفسي. ليه؟ ادي مثال بسيط، انا بكره مكان الكابتن محمود البنا على طول ارمي مسؤوليه القرارات على الفار، الصعبه على الفار. يا جماعه اهدوا كده، عارف كان برين الدين دايما بس في اللقطه الاولى مش الثالثه، اللي في الثالثه اتعصب. اصبر على طول، انا مكان كابتن محمود البنا على طول اي قرار فيه جدل وانا ما شفتوش ومش متاكد اهدوا يا جماعه. وحتى انا برضه متاكد وعايز زياده تاكيد، اهدوا يا جماعه، نرجع ليه الفار. وهنا انا اقول لك صدقني، مسؤوليه حكم الفار للحته اللي قالها محمد خطيره جدا. مسؤوليه حكم الفار هتبقى اكبر واخطر من حكم الساحه. ليه؟ حكم الساحه هيقول لك انا رجعت للفار، انا عملت اللي عليا، عملت اللي عليا. والفار قال لي كذا. بس هنا بقى الفار ممكن يعمل حاجه حلوه جدا، يقول له بص انا وجهه نظري كذا، روح بس خد انت القرار، مش لا روح شوف في السكرين. ايوه، ياخد هو بقى. هنا ايه اللي يحصل بقى؟ الفرقتين يكسبوا ايه؟ ان القرار اتشاف كذا مره. اول مره من اللعبه اللايف نفسها في المباراه، تمام، حلو، دي اول مره. حلو. المره الثانيه ان الحكم سال في الفار، انتوا ايه رايكم في اللعبه؟ قال له والله رايي كذا. ارجع بقى يا باشا للسكرين، للشاشه، وشوفها. يبقى احنا هنا كده شفنا اللقطه دي ثلاث مرات. لو في الثلاث مرات بعد الثلاث مرات دول تخيل بقى الحكم، حكم الساحه وحكم الفار اخطاوا، يبقى يا جماعه
نصبر بقى شويه على موضوع تجربه دي الحكم. دي جزئيه مهمه، وانا بعد الفاصل هكمل معاك الحديث عن الحكام وازاي احنا اصلا نعلي من المستوى الفني للحكام المصريين، وهنتكلم فيها في شكل يعني مفصل. لكن خليني اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل هذا الحوار الشيق في الحقيقه مع كريم سعيد. يلا اهلا بحضراتكم من جديد، وسهره رمضانيه لسه مستمره مع حضراتكم بالتاكيد ليله مباراه القمه. وعشان السهره تحلى خلاص احنا بنقترب بقى من ميعاد السحور، فبالتالي برحب في هذه اللحظات بالشيف محمد عبد الباقي. شيف محمد ازيك؟ منور الدنيا. الله يخليك، ربنا يخليك، كل سنه وانت طيب. ايه الاخبار؟ وانت طيب وبصحه وسلامه دايما يا رب. كله تمام. احنا عندنا النهارده فطار متنوع، فاكهه، سلطه، زبادي، فول بالطحينه. لا بص مش هنوصيك يا شيف والنبي، السحور بالنسبه لنا مهمه قوي بصراحه. لا النهارده فطار سحور مميز جدا، بس رياضي بقى قبل مباراه القمه طبعا، يعني عشان يبقى الباور خفيف. اساس. اهلا بك يا شيف، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. طيب كريم، هنكمل مع بعض يا امير، وكنا بنتكلم عن فكره التحكيم. نعم. وقلت نقطه مهمه جدا، حكم الساحه اكيد لازم يرجع للتقنيه ويبص في الشاشه والحلقه، لكن في بعض الحالات انت ممكن تكون قلقان ممكن تحصل ما بين حكم الساحه وحكم الفار، ده بشكل عام مش على مباراه بكره، بس بنتكلم بشكل عام. زي مثلا حالات ان حكم الساحه يحس ايه بالاحراج انه يحرج زميله لو هو راح وشاف السكرين او الشاشه، يقول لك ايه انا زميلي اكد لي ان الكره دي مثلا ركله جزاء، فخلاص انا عشان الراجل ده برضه فيه عشره عمر ما بيني وما بينه، فبقصد مش عايز ازعله وما كسفوش، فانا هحسبها لان هو ايه اكد لي. لا بكره مفيش مساحه لدي. صح، دي بقى نقطه مهمه. بكره مفيش مساحه لدي، اللي احنا بنقول ان بكره تجربه. وبصراحه اللجنه الثلاثيه الموجوده قاومت وحاربت عشان تنفذ قرارها بوجود التحكيم. اوكي خلاص، وكل احنا معترضين على التوقيت طبعا. بس اوكي انتوا بتاخدوا القرار، تحملوا مسؤوليه القرار اللي انتوا خدتوه ده، مفروض طبعا من صفات الرجل المسؤول اكيد. فلازم بكره تبقى انت في السيف سايد، او انت مامن نفسك من كل الجوانب، وطالما ان القانون بيقول لك انت تقدر تاخد قرار واللعبه لايف، وتاخد قرار مع الفار في الايربيس تتكلم معاه، وتاخد قرار انك تروح للسكرين وتتاكد تاني والتالت ورابع، فيا ريت يعني ايه ما نعملش فيها يعني فاتحين صدرنا قوي وفرحانين ما نكبرش يعني. بالظبط ما نكبرش، وناخد القرار بعد تاكيد اول وتاكيد ثاني وتاكيد ثالث، عشان نبقى ضامنين ان مفيش قرار بكره في امور مصيريه، في اخطاء، في فاول، في اوت، كورنر مقبول، بس طبعا ما ينتجش عنه جول، لو نتج عنه هدف هتحصل نفس الحاجه. فاهم حاجه يبقاش في اي مشكله في اي قرار يؤثر على نتيجه المباراه. هل احنا يا كريم عندنا سياسه لتطوير المستوى الفني للحكام؟ هل الاتحاد المصري لكره القدم عنده سياسه واضحه لتطوير المستوى الفني للحكام؟ لجنه الحكام عامله سياسه للتطوير ده، ولا كل حكم ومجهوده الشخصي وبيطور من نفسه باجتهاد شخصي، هو ده اللي موجود دلوقتي ولا ايه بالظبط؟ لا مجرد. انا باخد الجزء الثاني من سؤالك. اجتهاد شخصي. اجتهاد شخصي ده اللي انا شايفه من زمان، من ايام الكابتن جمال غندور، حتى ايام الكابتن محمد حسين. دايما بنشوف احنا دايما بنشوف ان هو بيطلع لنا حكم بيقول عليه ده افضل حكم في مصر. عمرنا مثلا ما جينا فتره كده قلنا ايه دول افضل حكمين في مصر، او دول افضل ثلاث حكام في مصر. دايما عندنا البطل يعني ايه الاوحد. فطالما انا عندك البطل الاوحد في اي مجال، فاعرف ان هنا المجهود الشخصي اكتر من المجهود الجماعي. لو في مجهود جماعي ده ان وجد اصلا. نعم؟ ان وجد المجهود الجماعي طبعا أساسي. طبعا طبعا اللي لو في مجهود جماعي هتلاقي مستويات قريبه بالظبط، تلاقي الناس كلها قريبه في المستوى. لكن احنا مشكله بصراحه ما عندناش خطه، يعني بقى لنا كذا سنه. لا بقى لنا كذا سنه عندنا مشكله. طب بقول لك حاجه، كابتن ابراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي والزمالك في الدورة المجمعة لموسم 2013-2014. الهدف اللي جابه أحمد توفيق بالخطأ في مرماه، وساعتها كان مباراة على فكرة مباراة صعبة جدا جد. وإيه وبطولة مجمعة وهو مباراة واحدة مفيش ذهاب وإياب، وموضوع كان وتقبلنا عشان الظروف ساعتها وكل حاجة. وأنا في وجهة نظري إنه أدار المباراة بشكل جيد، مباراة ما كانش حد عنده أي مشكلة تحكيمية في المباراه دي، والناس كلها قالت اوكي تمام. بس الظروف وقتها غير الظروف دلوقتي. فاهم. لا بتكلم هنا على اداء الكابتن ابراهيم نور الدين اداؤه كحكم ردا على سؤال امير. كابتن ابراهيم نور الدين
في المباراه في الموسم ده احنا قلنا عندنا حكم فعلا شخصيه وقوي وقدر يديه المباراه بشكل جيد وخرج بيها لبره الامان، وقلنا دي كانت فير يعني حتى ساعتها المباراه دي كانت ممكن تخلص بسكور للنادي الاهلي رغم ان الزمالك ضيع بينالتي، كان النادي الاهلي ساعتها كان بيلعب بلعيبه شباب وضيعنا كم هائل من الفرص. المفروض انا في وجهه نظري لما اقول لك المباراه دي في موسم 2013 2014 يبقى النهارده انا بقول لك ان الكابتن ابراهيم نور الدين في خلال ست مواسم الكيرف بتاعه والمستوى بتاعه طالع. انا بشوف ان الكيرف بتاع الاداء التحكيمي للكابتن ابراهيم نور الدين حصل فيه خلل كبير وبدا يتراجع بسبب اخطاء. الامانه انا من الكابتن ابراهيم نور الدين على مستوى شخصي انا بحبه جدا امانه، وكلنا بنحبه بصراحه اكيد لما بنعرف ان الكابتن ابراهيم نور الدين هيحكم مباراه كلنا بنحب نتفرج عليه. ان هيحصل فيها لسه راجع من جنوب افريقيا كان بيدير مباراه كايزر تشيفز والوداد، مش عايز اقول لك الاعلام في جنوب افريقيا قال ايه وكتب ايه، كان والله بص رغم ان قراراته في المباراه كانت صالح يعني صح بنسبه 90%. الكابتن ابراهيم نور الدين فعلا ما بيتحملش على حد بعينه، هو ما تفهمش هو بيبقى عنده وجهه نظر مختلفه، هو عايز ياخد وجهه نظر مختلف. وانا طبعا كنت قعدت فتره كنت بحلل يعني مباريات الدوري المختلفه في احد الاذاعات، فطبعا كنت بعيد عن مباراه الاهلي والزمالك تمام، فتعرضت مباريات كتيره للكابتن ابراهيم نور الدين، فكنا دايما قبل الاستوديو قبل التحليل دايما نتفق مين هيحكم، الكابتن ابراهيم نور الدين، بس استنى في لقطه في المباراه دي. فانا في وجهه نظري يا امير لازم الحكام فعلا ولجنه الحكام واتحاد الكوره يعمل على تطوير الحكام من على مستويين الشق النفسي طبعا، لان مباراه بكره للامانه مش بدل. عايز اقول لك من الكواليس ودي معلومه بقى يعني من الكواليس كابتن وجيه احمد رئيس اللجنه كان مرشح ابراهيم نور الدين للمباراه بكره، مهندس احمد مجاهد هو كان وجهه نظره ثانيه خالص، محمود البنا مصنف رقم واحد هو يدير هذه المباراه. وبالفعل انا في وجهه نظري بتاع الكابتن محمود البنا واحد في الوقت الحالي واحد من افضل الحكام على الساحه المصريه، زي برضو الكابتن بحبه على مستوى الشخص ده وجهه نظري انا ككريم سعيد، الكابتن احمد الغندور انا بشوف حكم جاي بشوف ان هو بصراحه بوتنشال جدا 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 بس تصنيفه رابع نعم يعني تصنيفه جاي بعد ابراهيم نور الدين وامين عمر محمد معلش لما اقول لك الكابتن ابراهيم نور الدين هو اللي ادار مباراه 2013 في 14 والنهارده احنا بنتجادل على المستوى يبقى معلش ادي احمد غندور برده فرصته صح. يعني محتاج ياخد فرصته فالراجل برده شغال بشكل جيد جدا وبشوف ان هو بوتنشال، بس في الامانه اختيار طالما اتفقنا بكره مباراه بتحكيم مصري فانا في وجهه نظري الشخصيه كابتن محمود البنا كويس وربنا ان شاء الله يوفقه ويكرمه يا رب. تيجي نطرح بقى موضوع مهم جدا يا رب باذن الله زي ما انت قلت في سياق حديثك مباراه تعدي ببر الامان وما يكونش فيها مشاكل ولا ازمات او الكلام ده كله. ماذا لو بكره اي مشكله اداريه او انضباطيه في الملعب حدثت؟ مين الجهه اللي هتكون مختصه بمناقشه هذا الموضوع في ظل ان اللجنه الثلاثيه اتخذت قرار في وسط الموسم بحل كل اللجان؟ لا بقى عندنا لجنه مسابقات ولا لجنه انضباط ويعني حتى لجنه الحكام اصبحت لجنه تسيير اعمال في ملف التحكيم. بالظبط مفيش. السؤال ده هيبقى طبعا مهم جدا. طبعا الموضوع مفيش حد انت تقدر يعني تشتكي له، انت هترجع للجنه السياسيه ورئيسها، واللي هو اصلا اللجنه السياسيه احنا بنقول لجنه سياسيه ومفيش اصلا غير انا ما بشوفش غير احمد مجاهد كابتن احمد مجاهد هو بس بيتكلم في كل الامور، هو اللي بياخد القرارات. وفي وجهه نظري الشخصيه الشكل الاوحد ده مخلي فيه اخطاء في التصريحات، يعني مخلي فيه وقوع في اخطاء كتير، لازم اللي يتكلم 20 كلمه نسبه خطأك فيهم هيبقوا قليلين، لو اتكلمت 200 كلمه بالظبط هتزيد، لو اتكلمت 2000 كلمه نسبه خطأك هتكبر وتكبر. فانا بشوف ان هي الامور دي بسبب تاني القرار الاوحد. احنا للاسف في الرياضه المصريه بنعشق الوان مان شو، بنعشق انا لوحدي، لا لو اشتغلنا كمجموعه المنظومه كلها تستفيد ونخلق كوادر. وهو حل اللي جال ليه والموسم شغال؟ لا هي حاجه غريبه بصراحه، يعني حل اللي جال ليه والموسم شغال؟ انا بصراحه ما عنديش فعلا والله فعلا. طب ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل يا كريم لو حصل اي مشكله؟ لو حصل تقرير طب ماشي هيكتب تقرير هيجي لاتحاد الكوره بس مش جمع هم بقى اللجنه السياسيه هم اللي هيناقشوها او يجيبوا بقى حد فريلانس والله بجد يجيب حد فريلانس والله يقول له معلش انا يعني هستلفك 3-4 ايام تناقش لي الموضوع ده وتديني قرار وهاخد بناء عليه القرار الاخير. طيب ماشي. طيب ده كان كلام مهم جدا في هذه الجزئيه واحنا بنتكلم على ماذا قد يحدث في مباراه الغد ومين الجهه المنوطه باتخاذ اي قرارات اذا كان هناك تقارير للمراقبين او الحكام
بتستدعي ان في لجنه من اللجان المنوطه داخل اتحاد الكره تناقش هذا الموضوع. موضوع مهم جدا، لكن طبعا ما حدش هيتكلم فيه الا بعد نهايه المباراه وعلى حسب الاحداث، لكن دايما احنا هنا في قناه الاهلي ان شاء الله ما في احداث بنحب نسبه وبنتكلم بمنطقيه بشكل يعني ايه موضوعي بالنسبه لهذه الاحداث، مباراه القمه بين الزمالك والاهلي. لكن في هذه اللحظات اخرج الى فاصل، لان بعد الفاصل بقى هنروح للشيف محمد عبد الباقي. عايز اروح لاهم فقره بقى، في شغل عالي قوي هناك شيف ايه الاخبار؟ كله تمام كله تمام. طيب نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم مع الشيف محمد بقى ونشوف اخر التحضيرات لمباراه القمه غدا بين الزمالك والاهلي. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. سهره رمضانيه مميزه جدا وخاصه جدا، وفي الحقيقه هتكون اكثر تميزا في اللحظات دي، لان دي فقره مهمه جدا وهي بتتعلق بيعني رمضان فايبس زي ما بنقول كده او السحور كمان. فبالتالي مستمر معانا كريم سعيد المحلل بقناه المحلل الفني بقناه النادي الاهلي وموقع يلا كوره، وكمان مع زميلي محمد سعيد والشيف محمد عبد الباقي. وعايزين نطمن منك يا شيف الاخبار ايه؟ طمنا الله يبارك لك. انا عايز اقول لك لاول مره ادخل المطبخ والله. قول لنا بقى ايه الانواع اللي انت عاملها النهارده؟ ده فول بالطحينه وعندنا حلويات شرقية، وعندنا جبنة سلطة خضراء، جبنة بالطماطم والخيار، عندنا فروت سلطة بشكل، عندنا زبادي، كل أنواع الأكل. المهم حاجات خفيفة بس عشان نعرف نتفرج على الماتش بكرة. لا ما ده خفيف، كله خفيف. كله خفيف؟ كله خفيف. طبعا الحلويات نفسه الواحد بيخلص. لا ما قطعة صغيرة يعني ما تضرش، بتحتاج سكريات يعني. شيف محمد، لما بتكون ليلة مباراة كبيرة زي دي مباراة الزمالك والأهلي، حته التغذيه دي يا كريم كمان وانت تشاركنا في الحوار جزء مهم جدا. الاكل اللي في رمضان اكيد غير الايام الطبيعيه، أكيد غير طبعا. الايام العاديه يعني انت في الايام العاديه بيبقى فيه ثلاث وجبات، فطار غدا عشاء، لكن في رمضان بيبقى في سحور وفطار. هو دايما السحور يبقى ايه بالنسبه للاعيبه الكوره؟ دايما يعني بيض مسلوق، بعيد عن المقليات وبعيد عن سلطه خضراء، فاكهه، عصير، حاجات يعني ما تعملش تبقى سهله الهضم، ما تعملش تخمه. بعدين هو بيلعب مثلا بعد الفطار، فبرضه في الفطار محتاج حاجه مكرونه مثلا مسلوقه، بس محتاج صدور فراخ مشويه، مش محتاج زيوت كتير، مش محتاج يعني حاجات زي كده كتير، عصير برضه مش كتير كده. ده المهم يعني. طبعا السوائل الجزء ده مهم. طبعا الجزء ده مهم جدا، وحتى احنا يعني كنا بنتكلم عليه كده وتفتكر في ماتشات الساعه 3 العصر، يعني ماتشات الساعه 3 العصر في افريقيا خلتنا نتكلم في امور بعيدا عن الامور الفنيه داخل الملعب، يعني قعدنا نتكلم في موضوع النوم، وقعدنا نتكلم قبل ماتش صن داونز بالذات، وبعد كده حتى لا وكذا ماتش بعديها كمان. احنا اصلا ساعه ما كنا فيها اعتقد كل فرق افريقيا احنا لاعب الاهلي الساعه 3 اقفل النور، احنا عندنا موضوع كشف الكشافات طبعا. فمهم جدا جدا اكيد، واعتقد يعني اي رياضي المعلومة المعروفة أو القاعدة العامة قبل الحدث الرياضي تاكل كربوهيدرات اللي هي النشويات يعني الصبح تروحش، والبروتين بعد ما تخلص، لأن الكربوهيدرات بيديك طاقة وبيديك باور. حتى برضو الفاكهة برضو طبعا زي ما الشيف قال مهمة جدا، بس أعتقد بعيدا عن باستثناء التين والعنب والمانجا كفواكه عشان السكريات والبلح، ممكن بلحة واحد بس يعني، بس الموز بيبقى مطلوب قوي. طبعا ده وهم اصلا احنا بنتفرج عشان نلعب، الموز موجود في كل الاوقات، البوتاسيوم قبل المباراه وبين الشوطين وبعد المباراه. انا عايز اقول لك مثلا يعني لعبه مش تنس الطاوله مش زي كره القدم، بس في تنس الطاوله الناس بتحس ان اللعبه بسيطه، لا يعني لما بنلعب خمس اشواط يبقى الموضوع فعلا متعب. كريم يا جماعه من فريق الرواد في تنس الطاوله في النادي الاهلي بالمناسبه. كريم من الناس المؤثره يعني واللاعيبه الكبيره قوي في تنس الطاوله في النادي الاهلي. فعلا واحده من النقط المهمه جدا جدا جدا، انت بعد كل سات بعد كل شوط انك تاخد لك نص موز، مش طبعا مش واحده كامله لان ما دخلش بطنك كم كبير، بس طبعا موضوع التغذيه ده واحد طبعا من النقط المهمه جدا. وفي الحقيقه في الحقيقه النادي الاهلي مهتم جدا بالجزئيه دي. انا سافرت مع الفريق في كاس العالم في قطر ولمست الاهتمام بالجزئيه دي بشكل كبير جدا في اخصائي التغذيه دكتور في دكتور عبد الرحمن سعيد. طبعا هو مميز جدا في الحقيقه في الجزئيه دي، في وجبات مخصصه لكل لاعب مختلف عن التاني، كل واحد على حسب نوعيته على حسب جسمه على حسب احتياجاته. في اهتمام كبير جدا. في دلوقتي حتى في اختبار دي ان ايه، اختبار دي ان ايه
لما انت بتعمله في سن مبكر الاختبار ده، واختبار غالي جدا، اختبار ممكن اختبارنا اعتقد يعني بيعدي الاربع او 5000 جنيه بس. بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك حاجه حلوه قوي، بيقول لك انت تعيش طول حياتك محتاج ايه من الاكل. ايوه ايوه. اللي انت جسمك او جيناتك عايزه محتاجه ايه بالظبط، تاكل ازاي عشان بالزبط تحافظ على جسمك صحي طوال حياتك. وحتى هنا برضو يحضرني موقف كان حلو قوي للولاد الصغيرين اللي بيلعبوا رياضه في سن مبكر. كان الجمله اللي قالها رونالدو في احد الحفلات كانت اعتقد معموله في دوله الامارات الشقيقه، وكان بيتكلم على ابنه. ابنه كان معاه، وابنه صغير يعني بيشرب مياه غازيه كتير. فهو قال، فهو بيقول هو طبعا ابني مش محترف ومش هينفع يخش طريق الاحتراف غير لما يبطل حاجتين، يبطل ان هو يشرب مياه غازيه ايا كان نوعها يعني عشان ما نقولش اسماء براندات يعني. وبرده البطاطس الشيبسي والحاجات دي، هو عمره ما هيبقى لعيب محترف غير لما ياخد قرار يبطل الحاجات دي. يبطل، لانك لو ما بطلتهاش عمرك مهما تحاول انك تتدرب ومهما تحاول انك تنام كويس ومهما تحاول انك تعمل مش هتقدر، لان كميه الحاجات الغير صحيه بتخش جسمك من عن طريق المنتجات دي بتبقى سيئه. طيب هطلع بره سياق مباراه القمه شويه وانا عارف ان كل اللي بيتفرجوا علينا عايزين يطمنوا على فرقه الاهلي بكره ان شاء الله باذن الله الفرقه تكون بخير وفي استعدادات جاده جدا لهذه المباراه. المباراه صعبه جدا، لكن مش ملاحظين حاجه تحصل في خلال الشهر شهر رمضان؟ انا ملاحظ ريحه الطعميه بصراحه. هو لسه الطعميه بس ده لسه طعمها السمسم كمان. لا في نقطه مهمه جدا وده ما اعرفش من حسن حظنا ولا من سوء حظنا، شايفينها مباراه الاهلي الافريقيه او دوري ابطال افريقيا مؤجل كله لبعد شهر رمضان، شايفين دي نقطه ايجابيه ولا سلبيه؟ ايجابيه طبعا. اكيد ايجابيه. ايجابيه طبعا. لان انت مش ضامن انت هتلعب مين في دور الربع النهائي، فبالتالي مش ضامن ان انت ممكن تلعب مباراه 3 العصر برده في عز الصيامه، هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لنا. واكيد طبعا احنا لو انت هتقابل سان داونز مثلا، بخلاف كمان يا امير حته ان هو بقت ناس تركز على موضوع 3 العصر ده بعيدا عن الصيام، انت اصلا ما تلعب في الصيام في دلوقتي كمان نقطه ان كره القدم بقى الشق البدني فيها اعلى بكتير. يعني ببساطه وانت بتتفرج على ماتش التسعينات او الثمانينات هتلاقي اللعيبه مثلا بتيجي الدقيقه 60 بينزل الشراب تحت الشنكار وبيبداوا بقى ايه عارف خمس ساعه يا جماعه بقى ايه مش عايزين بقى أيوة أيوة مش عايزين لا وبيساعدوا بعض بجد والله. يعني مثلا هقول لك حاجه، مباراه يعني احنا بنتكلم عن مباراه القمه، يعني مباراه القمه بتاعت كاس مصر سنه 78 نادي الزمالك متقدم على النادي الاهلي 2-1 والكابتن محمود الخطيب كان على الدكه، مباراه شهيره احنا كسبناها 4-2 الكابتن الخطيب ساعتها كان مصاب وهو كان موجود على الدكه ونزل اخر ثلث ساعه، لعيب عظيم المباراة دي فعلا لعيب اسطوري. تخيل مباراة قمة لعيب بينزل اخر ربع ساعة بيحاول تأخرك من 2-1 في مباراة نوك اوت مباراة كاس انك تكسب 4-2، فده بسبب ايه؟ بسبب طبعا اكيد المباراة الفريق اللي قدامك خلاص بدنيا انهار بدنيا مجرد بس. لا وكان محمود الخطيب كمان كان مصاب يعني ما بيلعبش، هو فات هو مش فات اصلا فاهم، هو كان فات كان بدأ اساسي لما هو كان محطوط على الدكة ونزل غير شقلب المباراة كلها، وده بيوريك ان طبعا مع تطور الكورة فعلا دلوقتي حتى المهارات قلت، مبقاش في مهارات كبيرة في العالم دلوقتي، كل التركيز في على الجوانب البدنية والسرعات وكلام من ده. تمام. طيب خلينا نرجع للمباراة شوية، ناس كتير جدا حابة تطمن على فريق النادي الأهلي، لكن أنا عايز أتكلم بالتحديد على التشكيل المتوقع سواء للأهلي أو الزمالك من وجهة نظرك يا كريم. أنا من وجهة نظري النادي الأهلي يعني لحد ما تشكيل بسبب الاصابات اللي احنا بنواجهها التشكيل واضح، يعني ما اعتقدش مفيش اوبشن مفيش خيارات كتيره امام الجهاز الجزء الامامي تحديدا. ممكن يكون البعض بيتكلم في خيارات عديده، يعني ممكن حد يقول لك طاهر هو اللي ممكن يبتدي، لا كهربا هو اللي ممكن يبتدي، طب موقف حسين الشحات ايه، المهاجم كمان هل يبقى مروان ولا شريف ولا بواليا. بص يا امير في النقطه دي في نقطه مهمه جدا عايزين نقولها. احنا دايما كمحللين اداء او كجمهور او كاعلام او كميديا او كصحفيين كاي حد بره المنظومه، انت بتبقى شايف الفريق من عند الاخبار بس المتاحه ليك بالظبط، والاخبار المتاحه ليك دي لا تمثل الصوره الكامله الا اعتقد ماكسيمم 20%. في امور وجوانب اخرى بيبقى حدش شايفها غير المدير الفني، وضيف طبعا عليها زي ما قلت لك موضوع الاصابات ده بيخلي الخيارات قليله جدا، فبالتالي بشوف ان النادي الاهلي بيبقى لحد ما في مباراه بكره الاختيارات محدود. لكن تعال نبص على نادي الزمالك، قايمه متكامله في كل جاهز طبعا، والمصابين كمان رجعوا بالظبط، كل مركز فيه
كذا لعيب كمان بيدوك مساحه انك تغير في التكتيك وتغير في طريقه اللعب. صح. يعني مثلا بكره مثلا كاثيرون انا مركز في الطعميه بس بحبها نص سوا. لا انا شايفك بتساعد الشيف كمان ده بتعمل ايه سوا يا كريم؟ بتساعده بتعمل ايه؟ قول لي تعرف الطعميه كل الطعميه بس الطعميه كل ما تكون نص سوا كل ما يكون طعمها احلى واشياء. والله صح. تحليل بيطلع على كده بيطلع على كده تحليل غذائي بخلاف تحليل غذائي. اتفضل يا كريم. فكارتيرون بشوف ان هو عنده مساحه تغيير خطه لعب. يعني مثلا افتكر كارتيرون اما اول ما جه الزمالك كان بيلعب زون ديفنس ويبدا يلعب على المرتدات. طبعا بعد رحيل مصطفى محمد بدا الناس طبعا الكره العرضيه قلت، جبت مروان حمدي بقى ترجع تاني وسيف الدين الجزيري برضو ورقه مهمه كده. وطبعا وسط الملعب بالظبط عنده طبعا دلوقتي يعني فرجاني وطارق بيلعبوا مع بعض مفيش اصابات، فعنده خيارات كتير ممكن تلعب بكره بثلاثه. ممكن بكره يجي يقول لك هلعب 4-3-2-1 عشان عايز انا خايف من عمق النادي الاهلي. ممكن يقول لك لا انا فرقتي والجمهور عاملين عليا ضغط عشان عايز اخد عايز اكسب اكسب عشان ماتش الفاينل بتاع مجدي قفشه ومش عارف ايه، فهنزل العب 4-2-3-1 او 4-3-3 من الاول واغامر. فهو عنده مساحه ان هو يعمل اكتر من اختيار فني. فريق انت بتتكلم قدام فريق عنده فريق كامل زي ما قلت لكم في بدايه الفقره، فريق فرقه كامله غايبه. وطبعا الاجهاد البدري والذهني احنا اتكلمنا عليه، فربما اشوف الامور عن نادي الزمالك لحد ما في الاوراق وفي خطه اللعب اسهل شويه عن النادي الاهلي. طيب عدم وجود راس حربة بنفس مواصفات مصطفى محمد لما كان موجود في السابق، نعم، ممكن يغير في طريقة لعب كارتيرون مع الزمالك في الأداء الفني؟ الأطراف ممكن يشتغلوا في المباراة بشكل كبير، ممكن تتقفل عليهم. يعني هل الرؤية الفنية لكارتيرون في مباراة بكرة للزمالك تختلف عن فترة لما كان موجود راس حربة سترايكر واضح وصريح زي مصطفى محمد؟ سريعا يعني سريعا في الحتة دي، كارتيرون من ساعة ما جه بدأت ألاحظ من تصريحاته إنه بيشتغل على الجزء النفسي والذهني أكتر من الجزء البدني والفني. ليه؟ ببساطة لأن الراجل راجع بأبروفل من اللعيبة، اللعيبة بتحبه. الراجل فعلا اللعيبة في علاقة، هم بيحبوه جدا جدا جدا، فهو شغال الحتة دي. لما نيجي نبص على أبرز ماتشين نادي الزمالك في الفترة الأخيرة هنلاقي مباراة صعبة، مباراة الترجي 1-0 هنا في القاهرة، ومباراة 2-0 اللي كسبوا مولية الجزائر في هناك في الجزائر. ففي وجهه نظري هم دول الماتشين اللي تقدر تستشف منهم بعض الامور الفنيه ايجابيه وسلبيه نادي الزمالك. منها نقطه مثلا مهمه جدا ونقطه سلبيه في نادي الزمالك. وانس انك عملت مان تو مان على فرجاني ساسي، انت خرجت نص ملعب نادي الزمالك بره الماتش خالص. الفكر القديم ربما بعض الخطط الجديده طرق اللعب الجديده بتقول ان في الناحيه الدفاعيه لازم اللعيب القريب هو اللي يروح. المان تو مان فكره قديمه. نعمل كده فلاش باك في مانويل جوزيه لما جه في الولايه الثالثه حسام عاشور، اول كلمه قالها في المؤتمر الصحفي في قاعه نادي فرع الجزيره بالنادي الاهلي. نادي الزمالك كان فارق ساعتها 6 نقط على النادي الاهلي من الدور الاول لما كان الكابتن حسام حسن مدير فني نادي الزمالك. قال يا جماعه اللي عايز يوقف نادي الزمالك العب مان تو مان على شيكابالا. وبدا الفرق فعلا وبدا يحصل الدروب. الموسم اللي كان نادي الزمالك متفوق فيه 6 نقط انتهى النادي الاهلي اعتقد فارق 6 نقط او 7 نقط. مظبوط. فبالتالي انا بشوف مين الكي بلاير، رغم ان يوسف اوباما يا محمد هو الرقم 10 يوسف اوباما. يوسف اوباما اول ما بيلاقي نادي الزمالك جاي بيجري على داخل منطقه الجزاء لان اوباما بيحب يجيب جول، بيحبش يسمع لعب. تمام. طيب بصوا بقى الاكل يعني هتاكل ايه بقى يا كريم؟ قول لنا كده. انا اكل ايه؟ انا هاكل خيار. خيار خيار بس. ما بتدبش على محمد بعد الاولين الخيار. لا قال لك الخيار. انا بالنسبه لي يا جماعه بصراحه السحور مهم قوي. يعني لازم اتسحر جامد وبعدين ايه باخر شويه قبل الفجر. اقول لك بقى نصيحه حلوه، نصيحه حلوه. اخر حاجه فعلا تفنش بيها السحور بتاعك الزبادي. الزبادي طبعا حاجة. طبعا الزبادي اخر حاجه. لا كوبايه الشاي بلبن وبعديها الزبادي. ده الزبادي فعلا الحاجه اللي فعلا بتخليك تاني يوم قادر انت تستحمل. شيف محمد هو الفول ده فول بالطحينه وفي زبادي هنا دوت زبادي، وفي جبنه بالطماطم، في جبنه سلايس برده مشكله وطعميه.
انا بقول لك موضوع الخيار والسلطه والكلام ده، افتكرت المشهد بتاع الفنان احمد بدير والفنانه سوري بابلي لما كانت بتقول له المخرج قال لك لقمتين واتكلم. تمام. طيب احنا خلاص بنختم حلقتنا، وكريم سعيد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقه بجد. ميرسي جدا يا محمد، شكرا. حلقه متنوعه يعني. ميرسي جدا. وشكرا شيف على شيف محمد شغل كريم. كل سنه وانت طيب. السحور الجميل ده. كل سنه وانت طيب. ان شاء الله يكون وش الخير قبل مباراه. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. امير يعني قدر الامكان حاولنا نقدم وجبه مش دسمه قوي، بس في نفس الوقت وجبه كرويه وفنيه قبل مباراه بكره باذن الله. ان شاء الله توفيق للاهلي. اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد. ان شاء الله الاهلي يقدر يعمل مباراة كبيرة. ممكن يكون عندنا بعض الغيابات، بعض الظروف اللي بيمر بيها الفريق، لكن في نفس الوقت عندنا ثقة كبيرة جدا في كل عناصر الفريق سواء لاعبين او حتى جهاز فني. ان شاء الله باذن الله فرح كل الاهلاويه في المباراه. هتكون صعبه وده مؤكد امام خصم عنيد وقوي هو نادي الزمالك. دي كانت حلقتنا النهارده من الاهلي في رمضان. استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج. الى اللقاء.